عرف نفسك ابو اياد بعزه. ايه ابو اياد من المحله. ما تعليقك على الجمعه الماضيه اللي هي لم الشمل؟ والله الجمعة دي كانت من أنجح الجمل اللي اتعملت في ميدان التحرير من حيث النظام ومن حيث السلوكيات، وده بيدي درس لكل القوى اللي بتدعي إن هي قوى ليبرالية أو غيره أو غيره، إن الناس دي ناس منظمة جدا جدا وناس محترمة جدا جدا، والناس دي وجودها في الميدان بيدي انطباع هايل وانطباع جميل جدا جدا عن الثوار. فأنا بشكر الناس اللي جت جدا وبكن لهم كل احترام، وبقول للناس كلها ان هو ده اسلامنا وهو ده دي حضارتنا اللي هي منبثقه من ديننا الحنيف، وبقول لكل الناس اللي بتهاجمهم بقول لهم العبوا غيرها، كلامكم بنفس كلام الغرب، لان للاسف الشديد احنا واقعين في مشكله كبيره جدا جدا من بدري، ان مفيش استعمار طلع من بلد، بل للاسف كل الدول العربيه والاسلاميه دون استثناء كان بيحكمها ناس كانت الشغل الاهم ليهم ان هم يخدموا على الغرب في موضوع واحد بس اللي هو تقويض همم الشباب العربي المسلم واضعاف روح الجهاد فيه. فبقول لهم انتوا عايزين تلعبوا نفس اللعبه تاني، فانا بقول لهم لا ما تلعبوش اللعبه ديت، علشان احنا ما صدقنا ان احنا فوقنا، وما تضحكوش علينا بالمصطلحات اللي جايه من بره، ايشي تكنوقراط وايشي ليبرالي وايشي وايشي وايشي. انا بقول لهم الاسلام الحمد لله شمل كل شيء، والناس دي بتحب المسيحيين وبتحب اليهود، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ربنا سبحانه وتعالى ما حددش من المعتدي، لكن ساب الامر مطلق، حتى لو اللي هيعتدى عليا ده من بني جنسي او من بني لغتي او من بني ديني، فانا ربنا مديني اذن ان انا ارد الاعتداء. فبقول لهم الاخوه المسيحيين جربوا الليبراليين وجربوا كل التيارات، شافوا ايه؟ شافوا الظلم وشافوا المرار وشافوا الفساد. فانا بقول للناس دي، الناس دي مش هتشوف احسن من الحكم الاسلامي اللي هي دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه. فانا بقول للناس دي العبوا غيرها، لان والله الناس اللي هم الادعياء اللي موجودين على الساحه دلوقتي اللي بيتكلموا تحت حس الحريه والليبراليه والكلام المصطلح من اللي جاي لنا مستورد من الخارج ده، انا معلش انا مع تحفظي الشديد على الناس دي، انا بقول لهم الثوره دي ثورتنا، واحنا الحمد لله الحمد لله احنا اللي هنحافظ عليها، وبنقول لكل حد عايز يوقع بيننا وبين الجيش، الجيش دول اهلنا وناسنا ودول ناس على عيننا وعلى راسنا، ومفيش داعي للعب من تحت الحزام، عشان احنا كلنا واحد ومصر هتفضل طول عمرها شعب واحد. شكرا.